أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم. نبدأ بالعناوين. النظام ينجز مسرحية الانتخابات الرئاسية من بطولة بشار الأسد. المعارضون يردون على الانتخابات بحملة صناديق القمامة. الجربة يؤكد أن الانتخابات لن تمنح الأسد أي شرعية. أنجز النظام مسرحية الانتخابات الرئاسية الهادفة إلى تثبيت بطلها بشار الأسد وترسيخ الصورة الديمقراطية في سوريا، التي أكد وزير الخارجية وليد المعلم أنها ستكون نقطة بداية للحل السياسي ولو في ظل القصف المتصاعد على مناطق المعارضة. يقتل القتيل ويمشي في جنازته، المثل الشهير ترجم اليوم بأبهى صوره من خلال هذا المشهد في مركز مدرسة الشهيد نعيم معصراني في حي المالك بدمشق. وبالابتسامة العريضة حضر بشار الأسد وزوجته وأدليا بصوتيهما في عرس ديمقراطي هو الأول من نوعه في سوريا، جاء على أنقاض المدن وأهليها وأرواحهم المزهوقة. الانتخابات الرئاسية التي تنافس في فصول مسرحيتها بشار الأسد ومعاوناه ماهر الحجار وحسان النوري تعكس واقع النظام السوري الذي يريد لهذه العملية أن تتم وبأي ظرف، مع العلم أن أكثر من نصف البلاد في قبضة معارضيه، في حين يتساءل آخرون لمن هذه الانتخابات ما دامت نتيجتها معروفة وواضحة للعيان. ملتحفا العلم السوري حضر وزير خارجية النظام وليد المعلم وإلى يمينه نائبه فيصل المقداد لتحديد مسار سوريا الجديد، مستميلا بعد الإدلاء بصوته مشاعر من سويت بيوتهم في المؤامرة الكونية. في أي سياق تضعون هذا اليوم وهذا الاستحقاق الوطني في مسار الحرب الكونية على سوريا؟ اليوم تبدأ سوريا العودة إلى الأمن والأمان من أجل إعادة الأعمار ومن أجل إجراء المصالحة الشاملة. اليوم يبدأ مسار الحل السياسي للأزمة السورية. لا شك لنظام جمهوره الذي خاطر بحياته وتحدى الحرب الكونية على سوريا آتيا من أقاصي الأرض إلى مطار دمشق الدولي تحضيرا للاقتراع في دمشق. أغلبية الأمريكان عم يخافوا، بيعرفوا الحقيقة، هن خايفين من أنهم يعرفوا الحقيقة، ولو أنه بحد ذاتهم من داخل بيعرفوا أنه نحن عنا ديمقراطية يمكن أكثر منهم. كيف بدنا ننتخب، كيف بدنا يعني حقنا الديمقراطي، عرفتي؟ ما بعرف، هن خايفين من أصوات الموجودة، مشان هيك سكروا لنا السفارة. ينجح النظام في تطبيق سيناريو مسرحيته الانتخابية؟ نعم، فيضع نحو 10,000 مركز اقتراع مدشن بالإجراءات الأمنية المشددة والمتاريس كرما لعيون المواطنين المؤيدين الرازحين تحت رحمته. وللمعارضين أو الواقعين خارج نطاق مناطقه فمصيرهم إما برميل متفجر أو صاروخ أو قذيفة، رمزا لقمة الديمقراطية المترجمة بالانتخابات التعددية. في المقابل رد معارضو الأسد بحملة صناديق القمامة التي وضعوها للاقتراع داخل بعض مخيمات اللجوء خارجا والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الداخل، في إشارة رمزية إلى رفضهم هذه الانتخابات. حاويات نفايات بدل الصناديق، أصدق تعبير عن رفضهم لانتخابات الدم التي يؤدي النظام آخر فصول مسرحيتها، وكنوع من السخرية وعدم الاعتراف بنتائجها اقترع اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري بالأردن على طريقتهم الخاصة. الانتخابات في الداخل السوري انتخابات فاشلة، وهي انتخابات سورية وتعتبر نتائجها معروفة سلفا، لأن النظام سابقا قبل الثورة والآن بعد الثورة الانتخابات مكشوفة ومعروفة نتيجتها فورا. بالنسبة للشعب اللي عم ينتخب بشار تحت الضغط وتحت الخوف، مش على كيفه، لكن يرفع راسه بالعالي، الحياة كلياتها بس فقط وقفة عز. بشار أسد أمين بضحك، انتخابات بتشرف عليها إيران والروس يلي بيشاركوا بقتلنا، واللي يلي شاركوا بشار أسد بتشريدنا هون. المشهد كان مماثلا في بعض المناطق الخاضعة للمعارضة في الداخل السوري، حيث وضع عدد من الناشطين صناديق قمامة ليدلي المواطنون بأصواتهم في انتخابات المهزلة، وذلك ردا على صناديق الاقتراع التي افتتحها النظام في الجزء الواقع تحت سيطرته من المدينة. لمتابعة حركة الانتخابات السورية عبر لبنان ينضم إلينا من الحدود الشمالية مراسلنا زياد منصور. زياد، ماذا عن الحركة عبر المعابر وأيضا آراء السوريين بهذه الانتخابات؟
لينا استطيع القول ان لا حركه البتة عند الحدود اللبنانيه السوريه منذ حوالي الساعه الثانيه بعد الظهر، بعض المواطنين السوريين يدخلون الى الاراضي السوريه من غير المعلوم ان كانوا سيدخلون للاقتراع ام لا، غالبيتهم يحمل اما الهويات اللبنانيه والهويه السوريه في ان معا، والبعض الاخر يحمل جوازات السفر السوريه، والبعض الاخر يحمل ورقه بيضاء كتب عليها المشاركه في الانتخابات. العدد الرسمي التقريبي لعدد الداخلين الى الاراضي السوريه عبر معبر العريضة يتجاوز 400 مواطن حتى هذه اللحظة. في منطقة العبودية حيث هناك قلم اقتراع آخر 233 مواطنا سوريا دخلوا إلى الأراضي السورية، عند معبر البقيعة في وادي خالد انعدمت الحركة كليا. طبعا أوساط عكارية رفضت كل ما تنقلته بعض وسائط الإعلام ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن اعتداءات جرت على بعض المواطنين السوريين في عكار، ورأت أنها محاولة ل التغطية على مستوى أو منسوب المشاركة المتدني جدا في منطقة الشمال، خاصة وأن غالبية النازحين السوريين لم تشارك. نعم. بعض المعطيات حصلنا عليها من ماذا عن المعبر الذي استحدثه النظام في منطقة القصر؟ ما الهدف منه وزياد؟ هذا ما كنت أود أن أتحدث عنه. في الواقع بعض المعلومات لتلفزيون المستقبل أشارت إلى أنه في المنطقة الواقعة بين منطقة القصر في الهرمل والأراضي اللبنانية هناك بعض يعني الجهات الرسمية السورية فتحت معبرا غير شرعيا لدخول بعض النازحين الذين رغبوا في الدخول إلى الأراضي السورية للتصويت من دون أن يتم تسجيلهم، وبالتالي يستطيعون العودة إلى لبنان. هؤلاء يعتبرون من المؤيدين للنظام السوري، ولكن في كل الأحوال الشمال أستطيع القول أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 1% من المتوقع، رغم كل الضخ الإعلامي والحملات التي جرت للإيحاء بأن المشاركة ستكون كثيفة، وجرت كل أمور بتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية. هناك إجراءات لقوى الأمن الداخلي للأمن العام للجيش اللبناني، والأمور سرت من دون أي إشكالات أمنية تذكر حتى هذه اللحظة. نعم لنا. شكرا زياد، كنت معنا مباشرة من الحدود الشمالية تحديدا معبر العريضة. شكرا زياد منصور. في الردود رأت المعارضة السورية أن الانتخابات لن تمنح الأسد أي شرعية، فيما وصفتها فرنسا بالمهزلة المأساوية، ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بنتائجها سلفا. كل الانتقادات والتحذيرات العربية والدولية وضعها النظام السوري وراءه ومضى قدما في تنظيم مهزلة الانتخابات الرئاسية التي ستعيده حتما إلى السلطة التي يتمسك بها ولو على جثث السوريين. رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة شدد على أن هذه الانتخابات لن تمنح الأسد أي شرعية، منتقدا المشهد أمام سفارة النظام في اليرزة الأسبوع الفائت. إنما نراه اليوم لا يعدو كونه تنصيب للأسد من قبل الولي الفقيه في إيران، وهو أشبه ما يكون بإعلان البغدادي نفسه أميرا على العراق والشام. كم أود أن أقدم اعتذاري وأسفي للمشهد الذي رافق الاستفتاء الصوري، وهو مشهد تمت صياغته بعناية من قبل المخابرات السورية وأذيالها وشركائها في لبنان. دوليا رأى وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أن السوريين الذين يصوتون اليوم في المناطق التي يحكمها النظام يملكون فقط الاختيار بين بشار وبشار، وإذ جدد أسفه لهذه المهزلة المأساوية وصف فابيوس بشار الأسد بأنه شخصية مقيتة. كلام فابيوس تزامن مع رسالة سخرية من الانتخابات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، حيث وضعت ملصقات للأسد بلباسه العسكري وخلفه الدمار، كما رمي عليها سائل أحمر يرمز إلى دماء عشرات آلاف السوريين. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي أكدت أن بلادها لن تعترف بنتيجة الانتخابات التي تبدو شبه محسومة لصالح الأسد. أكد وزير الداخلية في لبنان نهاد المشنوق أن نزع صفة النازح عن أي مواطن سوري يدخل إلى سوريا لا يرتبط بالانتخابات الرئاسية تحديدا، إنما هو خطوة أولى جدية لتنظيم وجود اللاجئين السوريين في لبنان. شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أهمية التدبير الصادر عن الوزارة والمتعلق بنزع صفة النازح في لبنان عن أي مواطن سوري يدخل إلى سوريا، مؤكدا أن هذا التدبير لا يرتبط بالانتخابات الرئاسية السورية تحديدا، إنما هو خطوة أولى جدية منذ بداية الأزمة السورية بتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان.
وذكر المشنوق خلال ترأسه الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المركزي بحضور قادة أمنيين وقضاة محافظين بالتدبير السابق الذي اتخذته الوزارة والمتعلق بمنع اللقاءات والنشاطات السياسية العلنية، تفاديا لأي احتكاك أو إشكال أمني أو تعكير العلاقات بين النازحين السوريين والبيئات الحاضنة في مختلف المناطق اللبنانية. وهذا ما بدأ يتبين من جراء بعض الحوادث الأمنية التي حصلت هذا الأسبوع، لا سيما حرق تجمع سكني للنازحين في منطقة البقاع. كما ناقش المجلس موضوع ترسيخ الاستقرار الأمني في مدينة بيروت، حيث سيتم تكثيف الليل الأمني من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية. كما سيصدر في مطلع الأسبوع المقبل قرار بمنع الدراجات النارية من التجول ليلا بين السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك ضمن نطاق بيروت الكبرى الممتدة من خلد إلى نفق نهر الكلب، بعد تزايد الجرائم التي ترتكب بواسطة الدراجات النارية، على أن تصدر لاحقا المعايير التي تسمح بالاستثناء للمؤسسات المعنية. بعد الفاصل، قصف جنوني للنظام بكل أنواع الأسلحة على داريا. آلة النظام العسكرية لم تسترح حتى في يوم الانتخابات المهزلة، ففيما كان سوريو الداخل يدلون بأصواتهم، كانت مناطق المعارضة ترزح تحت وطأة البراميل المتفجرة والصواريخ، حيث شهدت مدينة داريا تصعيدا جنونيا لقوات الأسد تمثل بغارات الطيران الحربي والمروحي وقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية. فيما كان النظام السوري يحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مسرحية الانتخابات الرئاسية، كانت قواته تقصف مدن وبلدات سوريا بالبراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف. فقد قصفت قوات النظام مدينة داريا في ريف دمشق بعدة براميل متفجرة، فيما تعرضت المدينة أيضا لقصف مدفعي من الفوج 153 التابع لقوات النظام استهدف المنطقة الغربية. جرود فليطة في القلمون تعرضت بدورها لقصف مماثل بالبراميل المتفجرة، كما تعرضت مدينة الزبداني أيضا لقصف بقذائف المدفعية. وفي العاصمة دمشق تساقط وابل من القذائف والصواريخ، لا سيما على مخيم اليرموك، فيما شن طيران السيخوي التابع لقوات النظام غارة جوية على حي جوبر، كما سجل سقوط عدد من القذائف على أحياء بابتومة والعباسيين والغساني والقصاع والمزرعة والمزة وقرب مكتبة الأسد في ساحة الأمويين. أحياء حلب المحررة نالت حصتها من البراميل، حيث استهدف القصف حي بستان القصر وسط اشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر في الزهراء والخالدية. الطيران الحربي التابع لنظام الأسد أغار على مزارع مدينة تلبيسة في ريف حمص بالتزامن مع قصف بالبراميل المتفجرة على مدينة مورك وقرية الجبين والشيخ حديد والجلمة في ريف حماة. كما قصفت قوات النظام بالصواريخ وبقذائف المدفعية قرية تل صلبة بريف حماة الشرقي، بعد أن سيطر الثوار على حاجز عند مدخل القرية، في وقت تعرضت أحياء مدينة دير الزور لقصف بقذائف الهون بالتزامن مع اشتباكات دارت على أطراف أحياء الرجلية والحويقة. القصف الصاروخي العنيف استهدف كذلك أحياء درع البلد، فيما أغار الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مدينة جاسم بريف درعا. أضاءت صحيفة الجارديان على حديث لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتبر فيه أن التهديد الإرهابي الآتي من سوريا أكثر خطرا على بلاده من ذلك الآتي من أفغانستان وباكستان. المزيد من أخبار سوريا في الصحف في هذا التقرير. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبد الحليم خدام من مقر إقامته في باريس قوله إن إيران هي التي أحضرت داعش إلى سوريا وهي جزء رئيسي من القتال في سوريا، لافتا إلى أن التنظيمات الإسلامية الشيعية والحرس الثوري وحزب الله يقاتلون إلى جانب نظام الأسد، وسقوط النظام سيكون ضربة موجعة للنظام الإيراني بأكمله. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا رأت فيه أن المحللين في إيران يرون أن الوضع في سوريا مرشح للتفاقم بعد هذه الانتخابات، على الرغم من إحساس طهران بأنها انتصرت على الدول الغربية ودول المنطقة خاصة السعودية لأن الأسد بقي في السلطة. ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الغربيين يقولون أن الأسلحة والتدريبات التي وفرتها إيران لميليشيا حزب الله هي التي رجحت كفة الحرب لصالح بشار الأسد. نقلت صحيفة الجارديان عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوله إن التهديد الإرهابي المتوقع من سوريا أكثر خطرا لبريطانيا
أوكرانيا من ذلك القادم من أفغانستان وباكستان. وفي تصريحات هي الأقصى عن الحرب السورية، قال كاميرون إن الشرطة وقوات الأمن عملت جاهدة في الفترة الأخيرة لمنع خطط إرهابية داخل بريطانيا. من جهتها وصفت صحيفة عقاد السعودية ما يجري في سوريا من انتخابات ما هو إلا المهزلة السياسية بل والتاريخية، لافتة إلى أن أول شرط لإجراء أي انتخابات هو وجود حالة الأمن والاستقرار، فكيف تتم انتخابات والنظام هو أحد أسباب الفوضى وعدم الاستقرار، وأن ثمة تنافسا على كرسي رئاسة الجمهورية، كل هذا في حين يتعرض السوريون لأكبر إبادة بشرية عرفتها التاريخ. في سوريا اليوم بعد الفاصل، شكسبير رسالة سلام من أطفال الزعتري إلى العالم. سارة أبو شعر صبية سورية لأب سوري وأم فلسطينية ألقت كلمة يوم 28 من أيار الفائت في حفلة خريجي جامعة هارفارد الأمريكية، فتحدثت بمرارة عن الرعب الذي يعيشه أهل بلادها من الاستخبارات السورية. سارة أدهشت الحضور وبينهم كبار المسؤولين الأمريكيين بشخصيتها القوية وثقتها الواضحة بنفسها. حين كنت في السابعة من عمري كنا أنا وأخي الصغير في سيارة أجرة خلال رحلة طويلة ومملة في سوريا، وكنا غارقين في الأحلام عن الاستيلاء على العالم خارج النافذة. أصيب أبي بالذعر بسبب كلماتنا وقال لنا محذرا أن نخفض صوتنا لكي لا تسمعنا الاستخبارات. في سوريا هناك دائما جدار ما ينتظر ليسمع أي وشوشات ثورية لينقل ما نقول للاستخبارات. هنا يتم تخويف الأطفال بالأشباح والشخصيات الخرافية، أما في سوريا فيتم تخويف الأطفال والجميع بالاستخبارات. لا نخاف شيئا في سوريا إلا الاستخبارات. رسالة سلام من أطفال مخيم الزعتري إلى العالم اختصرت في عرض مسرحي لويليام شكسبير على المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان. شكسبير في الزعتري عمل مسرحي شارك فيه 60 طفلا سوريا يقيمون مع عائلاته في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. على المدرج الروماني في العاصمة عمان قدمت مقتطفات من مسرحيتي الملك لير وهاملت لويليام شكسبير. الجمهور الذي تابع العرض الأول تفاعل مع العمل المسرحي على رغم تواضع أدواته وافتقاره إلى المعدات وغياب الديكور وحتى أجهزة الصوت اللازمة باستثناء مكبري صوت توسطا الممثلين صغار. بينما كان الصغار يؤدون أدوارهم جلس مخرج العمل السوري نوار بلبل قبالة أبطاله يشير بيديه تشجيعا وتحفيزا لهم. بلبل الذي أدخل قبل أشهر أعمال الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير إلى مخيم الزعتري يقول إنه حاول من خلال هذا العمل تسليط الضوء على معاناة أطفال المخيم ولا سيما النفسية منها. العرض ببساطة هو لإثبات مدنية وحضارة الشعب السوري اللي هو قادر انه يعكس ثقافات العالم، بس للاسف العالم ما قدر ان يفهم هي اللغه اللي طلع فيها ببدايه ثورتنا 15/3/2011 لنا حريه. للاسف الكره الارضيه لسبب ما فهمتها جهاديه، فهمتها سلفيه، فهمتها ما بعرف شو. اليوم العرض لنثبت انه نحن منعرف شو هي المدنية وشو هي الحضارة. وأمضى نوار بلبل 3 أشهر مع الأطفال في مخيم الزعتري خلال التدريبات على العرض المسرحي. العرض بمثابة رسالة سلام من أطفال مخيم الزعتري إلى العالم، من الأطفال عم يطلع السلام للكبار. بشرى حميد من بلدة أنخل بمحافظة درعا واحدة من الأطفال الذين شاركوا في العرض، فرت مع أسرتها إلى الأردن قبل نحو 1.5 سنة. قبل ما نجي الزعتري كنا نقول شلون رح نمضي وقتنا، بس الحمد لله صرنا نعرف شلون رح نمضي وقتنا. أي صرنا نروح على المسرحية، نروح على النوادي، نروح على الجوامع، نروح على المدرسة، نمضي وقتنا كلياته ما نخلو الوقت فراغ. شكسبير الذي انتقل بخيمته من المخيم إلى وسط عمان عاد مجددا إلى الزعتري حاملا معه مشروعا جديدا بعنوان مريض الوهم سيعمل عليه الأطفال في الفترة المقبلة. في آخر خبر، ورد قبل قليل أن اشتباكات عنيفة اندلعت على أطراف بلدة المشرفي في منطقة القلمون بريف دمشق، تمكنت خلالها كتائب الثوار من السيطرة على نقاط لقوات النظام وحزب الله،
وغنمت ذخائر وعتاد. في الختام نذكر بالعناوين: النظام ينجز مسرحية الانتخابات الرئاسية من بطولة بشار الأسد، المعارضون يردون على الانتخابات بحملة صناديق القمامة، الجربة يؤكد أن الانتخابات لن تمنح الأسد أي شرعية. سوريا اليوم انتهت، شكرا لكم، إلى اللقاء.